ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد العالمي وأسواق السلع ينضم إلينا عبر التيمز من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. رحب فيك سيد رائد، وبداية كيف قرأت يعني تراجع حاد لمؤشرات الأسواق الأمريكية في تداولات الأمس والذي يأتي تزامنا مع البيانات التي صدرت كذلك اليوم وتأثيرها على الأسواق وتراجع في أغلب الأسهم أكثر من تريليون ومئة مليار دولار قيمة سوقية ذهبت في جلسة واحدة؟ صحيح حامد، كانت جلسة نزيف حاد في الأسواق وتراجعات كبيرة. S&P 500 تراجع بأكثر من 2% للمرة الأولى من عام 2007، فهذا بحد ذاته دليل على مدى ضراوة العمليات البيع المكثفة التي كانت موجودة على أسواق الأسهم، والسبب حقيقة يعود في ذلك بشكل واضح إلى المبالغة والإفراط في تقييم الذكاء الاصطناعي في تسعير الأسواق الأسهم وفي تسعير الأسهم وتوجهات الشركات نحو هذا نحو الإنفاق بشكل مفرط على الذكاء الاصطناعي. هو ليس بخطأ، ولكن سوف يحتاج وقت أطول حتى نرى نتائج فعالة لأداء الشركات. حتى الآن نحن عم نشوف إنه إيرادات الشركات هي أقل من المتوقع. الـ ROI أو العائد على الاستثمار بالنسبة للإنفاق على الذكاء الاصطناعي كان سبباً رئيسياً في هذا التوجه الكبير إلى البيع وعمليات البيع القوية في الميجا كاب أو الشركات ذات رأس المال الكبير في أسواق الأسهم التكنولوجيا أو في قطاع التكنولوجيا لصالح شركات في قطاعات أخرى، وربما شفناها بعض الارتفاعات في الفئات الأخيرة على راسل 2000 وهي مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركيز أكبر للمستثمرين على إعادة التموضع في السوق حقيقة بمقابل التوجه بمخاطرة أكبر في قطاع التكنولوجيا. نعم، يعني إذا بنذهب إلى أوروبا والانعكاسات المتوقعة على الأسواق الأوروبية حيث تباطأ نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر وسط ضعف النمو في عدة قطاعات وخاصة الخدمات. بلا شك الوضع في أوروبا يعني نحن عم يتأثر بموجة التأثير السلبي التي جاءت من إغلاقات يوم أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، رأينا الموجة أيضا تستمر خلال الفترة الجوية وخلال الفترة الأوروبية كذلك الأمر. الأسواق الأوروبية ناهيك عن أنه هي متضررة، شفنا مجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت عن أوروبا يوم أمس واليوم وجميعها كانت تظهر ضعف حقيقة في قطاع الخدمات في أوروبا وفي منطقة اليورو إجمالا، والسبب ربما يعود بأنه يحتاج إلى تيسير أكبر الاقتصاد الأوروبي وعدم الوقوف عند مستويات التضخم أن تبقى مستقرة عند المستهدفات أو دون 2%، وربما التضحية ببعض الارتفاعات في مستويات التضخم لصالح تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر. نعلم تماما أنه في يعني منذ شهرين قام المركز الأوروبي بتقليص أسعار الفائدة للمرة الأولى، اليوم ننتظر حديث كريستين لاغارد وربما تصرح بإمكانية التوجه نحو تقليص إضافي في أسعار الفائدة من قبل المركز الأوروبي ليخلق هذا التحفيز الذي يحتاجه حقيقة الاقتصاد الأوروبي في الفترة القادمة. لذا ترجمة البيانات اللي صدرت من أوروبا يوم أمس تظهر أن التضخم ليس عائقا أمام المركز الأوروبي، وربما السياسة النقدية تشهد مزيدا من التحفيز وتقليص إضافي قد يكون مناسب جدا للمركز الأوروبي في اجتماعه القادم. نعم، يعني الآن كريستين لاغارد ننتظر خفض فائدة خلال الفترة المقبلة، أيضا الأسبوع المقبل يتوقع محللون أن تبدأ الفدرالي الأمريكي كذلك بتراجع لمعدلات الفائدة قبل سبتمبر نظرا لما يحدث في الأسواق، ولكن اليابان تمشي عكس ذلك وتتجه إلى رفع معدلات الفائدة. ما هي توقعاتك لاجتماع المركز الياباني الأسبوع المقبل؟ حقيقة نحن عم نشوف انه في ضغط كبير على اليابان فيما يتعلق ب يعني شفنا تدخلات البنك المركزي الياباني الفترة الماضية وشفنا الضغط الكبير الذي شهده الين بالاتجاه الهابط وعمليات شراء الين اللي قام بها المركزي الياباني في الاسواق دعما للين ولتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف. المعادلة مختلفة، نحن كان في عندنا فجوة كبيرة جدا ما بين الفيدرالي الامريكي على سبيل المثال وما بين المركزي الياباني فيما
يتعلق بأسعار الفائدة. نعم. وبالتالي يجب تقليص هذه الفجوة، إما بأنه يكون من الجانب الياباني برفع أسعار الفائدة حتى لا يكون هناك هذا الأدفانتج أو هذه الميزة للاقتراب من اليابان وشراء الأصول والسندات الأمريكية، وبالتالي تحقيق هذا الأربيتراج أو السواب اللي ممكن تحصله من فروقات أسعار الفائدة. هذا يقضي حقيقة على إجراءات البنك لتحفيز الاقتصاد بشكل أو بآخر. لذا كان يجب التفكير بشكل أكبر برفع أسعار الفائدة، وليس فقط انتظار الفيدرال الأمريكي أن يقوم بتقليص أسعار الفائدة، خصوصا أن التضخم نوعا ما مستقر، ورفع أسعار الفائدة في المركزي الياباني لن يسبب قلقا كبيرا لأن التضخم هو فوق مستويات 2% بالنسبة للاقتصاد الياباني. نعم سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا على هذه المداخلة والمعلومات.